عشان فقرتي تقريبا خلاص بتخلص او تقريبا خلصت. بشوي ومصطفى، المسابقه دي اتعملت فين، او المعرض اتحط فين، او انتوا بعتوا صور اوروبا مثلا، ولا ايه اللي حصل هو بشوي؟ احنا بعتنا الصور لمقر الاتحاد الاوروبي في جامعه الدول، والمعرض اتعمل في بيت السفير في الزمالك. نعم. وكان في كام صوره تقريبا؟ كان في 30 صوره اللي هم الفايزين في المسابقه. حلو قوي. ومصطفى الجوائز كانت ايه؟ الاول هو واحد يعني مصور من بورسعيد فاز ب1000 يورو، التاني فاز بكاميرا، التالت كانت جايزة لجنة تحكيم، ويعتبر أنا بقى تاني مكرر مثلا لأن نفس الجايزة بتاعت التاني، بس تمام. هي الجايزة ملهاش ترتيب، خد هي مكتوب أو موجودني اللي هي أفضل جهد يبذل في تصوير لقطة صحفية عظيم بس، فهي دي عظيم. وجايزة محمد حسن تمام. بس، يعني هو كان باسمه عشان يعني فهم عملوا حاجة يعني جديدة عشان يعني ثلاثة، الاول أول والثاني وتاني والثالث وتالت. هو اللي بيبقى ليهم جوائز ماديه يعني، لا او لا لا، ده هي اول وتاني هم اليوم جوائز اول ماديه ثانيه بس. تمام، والتالت كانت جايزه لجنه تحكيم معرفش تمام ايه، تمام بالنسبه لي انا نفس جايزه التاني. عظيم. اوكي. بشوي فايز ومصور فوتوغرافي واحد الفائزين في المسابقه، ومصطفى عبد العاطي مصور فوتوغرافي والفائز بجائزه محمد حسن، نورتونا وشرفتونا، ونتمنى ان كنت صوركم تاني يعني تستخدم في معارض تانية يمكن تبقى بره مصر للتعبير عن ثورة مصر، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكم كمان السلامة وانتوا بتنزلوا تصوروا إن دايما. شاء الله. شكرا شكرا ليكم. شكرا لك. شكرا. شكرا مشاهدينا نهارك سعيد. التصوير اذا كان فوتوغرافيا اذا كان موبايل بقى الدليل على اي حاجة بتحصل حوالينا. لو نتخيل كده اللي بيحصل بقى دليل على أي حاجة بتحصل حوالينا. نهاركم سعيد.